السلام عليكم. اليوم نعرفكم بواحد من أكبر المصانع لإنتاج المياه المعدنية في إفريقيا والأول في الجزائر، واللي هو مصنع قديلة لإنتاج المياه المعدنية واللي يقع في ولاية بسكرة على في بلدية قديلة، واللي هنا نشوف المصنع ديالو الذي يستمد المياه نتاعو من الآبار الغامقة تاع اللي تروح إلى حوالي 200-300 متر تحت الأرض لتستعمل المياه المعدنية اللي تعود إلى قرون، يعني تاع لا فورماسيون تاعها. إذن وهذا المصنع يستعمل أحدث الوسائل التكنولوجية في ميدان تنقية المياه باستعمال تقنية اليونيزاسيون، وكذلك يعني المصنع هذا تم إنشاؤه يعني افتتاحه في 2006، ثم عرف عملية توسيعة في 2014 ليصبح الأول جزائريا وإفريقيا في إنتاج المياه المعدنية. وللعلم أن المصنع هذا يعمل بثلاث فرق 24 ساعة على 24 ساعة، مما يعطينا يعني سعة إنتاجية بحوالي 60 ألف لتر في الساعة، وهذا يؤدي بنا إلى إنتاج ما لا يقل عن 1.5 مليون لتر في اليوم الواحد. إذن شيء رهيب ليصل العدد في الفترة الثانية، يعني في فترة 2014 إلى 120 ألف لتر في الساعة، مما يعطينا 3 ملايين لتر في اليوم. من منا ما شربش مياه المعدنية نتاع قديلة في الجزائر؟ شكون اللي ما شربهاش؟ إذن هذه هي المياه المعدنية نتاع قديلة التي يتم إنتاجها في على سفوح جبال الغوفي بولاية بسكرة. وكذلك للعلم أنه هذا المشروع الرائد والعملاق في إنتاج المياه المعدنية يشغل ما لا يقل عن 2000 منصب شغل مباشر، وأكثر من 30 ألف منصب شغل غير مباشر عبر شبكة التوزيع عبر التراب الوطني، وعنده فروع لتصدير المياه المعدنية نحو بعض دول الخليج والدول المجاورة. إذن هذا هو مشروع الإنتاج، مركب الإنتاج المياه المعدنية تاع قديلة. نخليكم تتابعوا البقية تاع الفيديو هذا الرائع. السلام عليكم.